النهارده طبعا هيكون عندنا فقرات مهمه، لكن في البدايه خليني ابتدي معاكم بالاخبار الخاصه بالفريق الاول لكره القدم. لاسارتي النهارده طبعا كان عنده اجتماع مع لاعبي النادي الاهلي، واتكلم فيه او كانت محاضره مهمه جدا، اتكلم من خلال هذه المحاضره على اهميه مباراه الغد، اهميه ان احنا لازم نظهر بشكل جيد خلال هذه المباراه. طبعا مش بس شكل جيد، انت لازم تكسب لان انت بتنافس على بطوله الدوري. هتلاعب المقص بكره، والزمالك عنده بعد بكره مباراه قويه جدا مع المصري البورسعيدي يوم الخميس ان شاء الله. لو الاهلي كسب الزمالك ممكن يتعادل او يخسر، خصوصا ان الفريق المصري مع الكابتن ايهاب جلال ماشي بشكل جيد جدا، فوارد جدا خلال 48 ساعه تكون انت اول بطوله الدوري، وده اللي بيسعى ليه النادي الاهلي. فمش مهم خالص ان انت تركز مع الفرق الثانيه، المهم ان انت تركز في مباراتك واحده واحده، تعدي مباراه مصر المقصه، وبالتالي محاضراتك كانت مستمره او محاضرات يعني جرت من خلال مستر مارتن لاسارتي مع اللاعبين، ومن خلالها تم الوقوف على بعض نقاط القوه والضعف بالنسبه لفريق مصر المقصه اللي بيقوده طبعا كابتن طلعت يوسف، هذا المدير الفني المميز والمحترم بكل تاكيد. فبالتالي هتكون مباراه صعبه، وان شاء الله نتمنى فيها التوفيق للنادي الاهلي. من ضمن برضو الاخبار المهمه، احنا عارفين ان سعد سمير تعرض لاصابه مع بدايه المباراه، بالتحديد في الدقيقه 20 تقريبا مباراه سان داونز، اصابه يمكن قويه شويه في اربطه الركبه، فبالتالي سعد سمير هيغيب من شهرين لثلاثه. فالنهارده بيعمل بعض الجلسات العلاجيه في مقر النادي الاهلي بالجزيره، عشان من خلالها تكون اولى خطوات للعلاج والتعافي من الاصابه اللي لحقت بسعد سمير. وفي الحقيقه سعد سمير لاعب من اللاعبين المميزين جدا اللي عندهم خبرات كبيره جدا في صفوف فريق النادي الاهلي، واللي دايما خلال الفتره اللي فاتت مستر مارتن لاسارتي كان مقتنع بسعد سمير بشكل كبير، خصوصا انه عنده الشخصيه كمان القياديه في الملعب. لكن بشكل عام كان كل اللاعبين غير موفقين بالمره في مباراه سان داونز. نتمنى اكيد ان الصفوف دايما تكون متكامله، ونتمنى باذن الله لسعد سمير ان هو يعود سريعا للمشاركه في التدريبات، ومن ثم المشاركه كمان في المباريات الرسميه مع الفريق. شريف اكرامي ايضا عارفين ان شريف عنده مزق في العضله او عضله السمانه بالتحديد، فالفتره اللي فاتت كلها كان غايب مش متواجد ولا بيشارك في التدريبات مع النادي الاهلي، لكن مؤخرا عاد للمشاركه في التدريبات من خلال او خلال 3 4 ايام سابقين بالتحديد ابتدى شريف اكرام ان هو يشارك في التدريبات. النهارده خلاص بيؤدي تدريبات في الجيم وبيتعافى خلاص بشكل كبير جدا من الاصابه، وباذن الله شريف اكرام يكون جاهز مع الفريق خلال المرحله اللي جايه بالتحديد فيما بعد مباراه سان داونز. ده خبر برضو مهم، واحنا كنا بنتكلم فيه مع بدايه الحلقه مع حضراتكم، ان لاسارتي بيعقد عدة جلسات مع اللاعبين قبل مواجهة المقصة غدا، والجلسات دي هتكون نفسية أكتر منها فنية. النادي الأهلي أو فريق النادي الأهلي بيمتلك مجموعة من اللاعبين المميزين جدا رغم الإخفاق الكبير في مباراة سان داونز، لكن يبقى لاعبي النادي الأهلي لاعبين بفنيات عالية جدا وقدرات عالية جدا، فبالتالي الجلسات هتكون نفسيه مهمه جدا بالنسبه للفريق من قبل مستر مارتن لاسارتي والجهاز الفني، علشان يكونوا جاهزين للمرحله اللي جايه وتحديد مباراه مصر المقصه، ويستعيدوا الثقه تدريجيا في انفسهم عشان ان شاء الله باذن الله يأدوا بالشكل المنتظر وكل جمهور النادي الاهلي.